نهاية غير متوقعة. رجل دخل على زوجة جاره وهي نائمة. يقول أحدهم: كانت البيوت قديما من طين ومتشابهة ومتلاصقة. وفي يوم من الأيام قلت لزوجتي: سيأتينا ضيوف على العشاء. وطلبت منها تجهيز كل شيء قبل مجيء الضيوف. وبعد ذلك رحت للمزرعة لآتي ببعض الأغراض، ورجعت بعد أذان المغرب. وعندما دخلت البيت وكانت المفاجأة، حيث وجدتها نائمة ومتغطية. ومن شدة غضبي أخذت عصا وضربتها بكل قوتي من شدة القهر لغاية لما تهرت من الضرب. وخرجت بعد ذلك غضبانا. وعندها انتبهت ووجدت أن البيت الذي دخلته ليس بيتي، بل هو بيت جاري، وأنا دخلته بالخطأ، والتي ضربتها زوجة جاري. يقول: تفاجأت مما فعلت وطلعت لبيتي، ووجدت زوجتي جهزت كل شيء وتنتظرني، والضيوف في الداخل وضيفتهم. كل ذلك وأنا مقهور ووجهي مقلوب ومتضايق من الخطأ الذي فعلته. تناول الضيوف الطعام وتسامرنا وذهب الضيوف. وجلست بعدها 3 أيام في البيت ضيق الصدر، أنتظر جاري، أظنه سيأتيني يشتكي مما فعلت زوجته، لكنه لم يأتيني. بعدها ذهبت لسوق الذهب واشتريت طقم ذهب، وذهبت إلى جاري وطرقت الباب على جاري ورويت له القصة، وقلت: هذا الذهب إرضاء لزوجتك على الضرب الذي جاءها مني. قال جاري: والله ما علمت القصة إلا منك الآن، لكن منذ 3 أيام وأنا مستغرب. زوجتي تغيرت تماما، وأصبحت تهتم بشغل البيت وتقوم بتلبية كل احتياجاتي، ولا تنام قبل أن تعد لي العشاء. ليتك كل أسبوع تدخل وتجلدها، خذ ذهبك ولا تفسد ما فعلته. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله.